قرر بإيه إنه يعني أكثر صعوبة واجهتها العملية الشاملة هي في الدخول داخل الحيز السكاني في العريش. لو كنا نجحنا في عمل الانصهار ده فإنه المجتمع يعني يندمج مع بعضه ويحصل له التحديث معا، أكيد ما كانتش هتبقى المشهد كده. لا بص، انا اقول لحضرتك انت اللي بيحصل في سيناء، يمكن حضرتك كنت بتتكلمي دلوقتي على المخطط اللي بيتعمل على مصر. ده حضرتك مخطط بيتعمل من بدري، والناس دي تواجدت من بدري، وحاليا انا بعرف كويس جدا من اصدقائي اللي موجودين هناك في الشمال ان الموضوع فوق الناجح، يعني بيجيبوا ناس وبيجيبوا اسلحه وبيجيبوا وده الاخبار دي نفسهم. لان اعتقد يعني احنا كنا من اوائل الناس اللي قلنا ان حادثه مسجد الروضه هتؤرخ لما قبلها وما بعدها. هم نفسهم رفضوا وجود هذه العناصر الارهابيه على ارضهم، هم رافضينهم تماما، دول دخلاء عليهم حضرتك. هم ناس مصريين طبعا عايزين حضرتك الحياه تستمر زي اي حياه اكيد بيعيشها بقيه المصريين. اكيد احنا بنشوف دورنا كجهاز تنفيذي وكدوله تجاه ولاد مصر، ما هو اللي في سينا ده مصري طبعا، فله نفس الحقوق. وهو ده اللي احنا بنسال عليه، يعني انه كل المشاريع اللي بيتم تحقيقها او تنفيذها لازم هو يحس ان هو بيستنفع بيها. طب خليني اسال السؤال بطريقه مباشره. اللي انا فاهماه انه ابناء سيناء انفسهم عندهم مشاريع متقدمين بيها، فهل ده وارد ضمن الدراسات اللي بتتم؟ احنا حضرتك لما بنيجي نشتغل مشاريعنا من اول ما دخلنا سيناء بنستعين بيهم، يعني بنستعين بالرؤيه بتاعتهم عشان ما نعملش حاجه تبقى مخالفه للي هم عايشينه. يعني حضرتك الـ مثلا اقول لحضرتك، احنا بعد المشروع اللي كنا بنشترك فيه مع برنامج الغذاء العالمي وبعد الثوره بتاع توطين البدو، بعد الثوره مجوش عملنا حضرتك مشروع الوقت شغالين فيه لرفع الحاله الاقتصاديه لاهل التجمعات الفقيره. بدانا حضرتك نعمل لكل تجمع مزرعه متوسطها مثلا من 40 ل 50 فدان فيها حضرتك اشجار نخيل وفيها اشجار مثمره زي زيتون ورمان وتين الاشياء يعني اللي بتنبت في الارض هم اول مره حتى يشوفوا الكلام ده. وبالاضافه لصوب زراعيه واحواض تربيه اسماك واغنام شغلناهم في الـ في الـ في الـ احنا بنعرضها كمان مع حضرتك علشان ده جهد الدوله لمساعده اهالينا في سينا انه ينعموا ببعض الاستقرار، صح كده؟ تمام. ما انا بقول لحضرتك احنا عملنا دلوقتي من المشروع ده 12 تم الانتهاء منهم وبينتجوا في شمال سيناء، و12 زيهم في جنوب سيناء، وشغالين في ال13 هنا وال13 هنا، وان شاء الله يعني الكلام ده هيتضاعف. وفي اقبال خاصه من المجموعات اللي هي البدو الرحل دول، في اقبال منهم على النموذج ده من الحياه. انا اقول لحضرتك يعني الموضوع ده كان في تجمع من التجمعات كانوا يعني بيمارسوا اعمال مثلا زراعيه حضرتك مخالفه للقانون. لما لقوا الحلال اللي احنا عاملينه بقوا سعداء جدا، وبقى هم اللي بيزرعوا وما عادش حد من الوادي بيجي يزرع، يعني هم نفسهم اللي قايمين في اداره المزرعه. وده اللي احنا بنعمله حضرتك عشان المشروع ده لما هم يشوفوه ناجح ومثمر يقدروا يعمموه ويستمر ويبقى التنمية للناس دي راضيين بيها أولا وترفع حالتهم الاقتصادية. بالإضافة لحضرتك بنعمل لهم كمان خدمات، مباني خدمية جوه التجمعات دي، ممكن نعمل لهم مدرسة، ممكن نعمل لهم ملعب، ممكن نعمل لهم دار مناسبات يقيموا فيها المناسبات بتاعتهم. فاحنا حضرتك وفي اقبال على ده طبعا، وسعداء هم بيه جدا، مش عايز اقول لحضرتك مدى سعادتهم بيه.